السلام عليكم، تحية طيبة لكم وأهلا بكم أعزائنا المشاهدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. نبدأ من صحيفة البصائر ومقال للكاتب جهاد بشير يقول فيه: أزمة الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وميليشياتهما بدأت بمسرحية وانتهت بأخرى، فالانتخابات التي وصفت زورا بالمبكرة ولم تكن كذلك مثلت فضيحة حقيقية للعملية السياسية بمقاطعة الشعب العراقي لها وإقرار المشاركين فيها بفشلها. ثم إن الأزمة انتهت مرحليا بمسرحية أخرى حينما اقتحم تيار الصدر المنطقة الخضراء وأعلن زعيمه ما أسماه اعتصاما قبل أن يدعي الانسحاب من العمل السياسي والاعتزال، تاركا أتباعه في فوضى مركبة مثل قطيع هائم في فلات انشغل رعيه باللهو وتركه على غير هدى. وقابلت ذلك مظاهرات مصطنعة من الإطار التنسيقي وتصعيد في التصريحات والاستهدافات التي زادت التوتر وقدحت مزيدا من الشرر على الوضع المحتقن بين لصوص مختلفين وشركاء متشاكسين يعرف بعضهم خبايا بعض، حتى تحولت التوترات هذه إلى مصادمات ومعارك أدخلت حكومة بغداد في حالة إنذار قصوى، حيث تم تعطيل عمل القضاء والمؤسسات الحكومية والتعليمية وكافة أنماط الحياة في البلاد تحت مظلة الحظر على التجوال. وبقيت أجهزة الأمن عاجزة عن أن تحرك ساكناً أو توقف متحركاً على الرغم من أن مسؤوليتها تقتضي ذلك. بينما كانت شريحة واسعة من المراقبين تتوقع حربا طويلة بين الميليشيات تنتهي بزوال العملية السياسية، أدركت لاحقا تناسيها مقاصد الولايات المتحدة وأهدافها، وغاب عنها دور إيران بوصفها وكيلا مخولا للتحكم بالمشهد فضلا عن الصراعات التي فيه، ولم تلتفت إلى ما أشرنا إليه في أيام الأزمة من أن الصراع الأفقي في العراق مفتوح ومتاح حسب ما تقتضيه المرحلة، لكن العمودي منه محدد بسقف لا قبل لأحزاب العملية السياسية ولا لميليشياتها تخطيه. لذلك جاءت نهاية الصدام على غير ما توقع المفرطون بالأمل، غير أنها مطابقة لما استشرفته القوى العراقية المناهضة للاحتلال وعملياته السياسية التي تؤكد على طول المسار أن بقاء النظام بغض النظر عن الطريقة التي يبقى فيها وزواله مرهون بإرادة صانعيه، وأنه يتنفس الفوضى ويقتات على الاضطراب. وطالما كانت مصلحة الولايات المتحدة ومن يحالفها صفاً أو تخادماً تقتضي بقاء العملية السياسية، فإن حالة التوازن تبقى قائمة وتنتهي في ضوئها الصراعات على توافقات وترتيبات ترضخ لها أحزابها وتتقيد بها. يقول الكاتب ياسر عبد العزيز: الصدر وإن كان الأشهر في تناقضاته وتحولاته اللحظية، إلا أن قادة الإطار التنسيقي ليسوا بأبعد منذ تناقضات رائد تلك المدرسة في بلد حدائق بابل المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع. فمن عجائب بلاد الرافدين أن قادة المشهد السياسي في العراق ورؤساء وزعماء أحزابها التي تحكم يعلنون ليل نهار ولاءهم للجارة إيران، هم لا يعلنون غالباً ولكن سلوكهم يكشف ذلك، كاشفين عن أولوياتهم، فالمرجع قبل الوطن وقم أهم من النجف، وطهران أحق بخيرات العراق من بغداد. ومن هؤلاء القادة من يفتخر بالقتال ضد بلاده في حقبة ما قبل الاحتلال. خطاب الصدر الذي لا ينقطع عن محاربة الفساد جعله يركب كل الأمواج، فتارة يركب موجة الغضب الشعبي تجاه الغلاء، وتارة أخرى تجاه البطالة وعدم توفير فرص العمل. ولما تشكلت نواة تشرين وبدا أن لها كيانا، ركب الرجل الموجة وأنزل أنصاره ذو القبعات الزرقاء للتمييز بين صفوف ثوار تشرين للمطالبة بحقوق الشعب في الثروة والعمل والعيش الكريم،
لكنه ابتعد عنهم خطوة بعد أن تحولت المطالب إلى إلغاء الدستور ونقض العملية السياسية وبناء عراق جديد مبني على عقد اجتماعي يكتبه الجميع ولا يستثني أحدا. لقد ذاق ثوار تشرين من الصدر نفس ما ذاقوه من ميليشيا الحشد الشعبي، ولعل القمع الذي نال ثوار تشرين كان من الفظاعة بمكان، لأن يفكروا كثيراً فأكثر من 700 قتيل وقرابة 30,000 جريح كان كافياً لأن تخفت أصواتهم وإن لم تسكت، كما أن الاختراقات التي أحدثتها الأحزاب وميليشياتها في صفوف الثوار وإقناع بعضهم للانخراط في العملية السياسية لهو أدعى لأن يقف ثوار تشرين ملياً قبل إعادة الحراك بتنظيم صفوفهم وإيجاد قيادة وطنية حقيقية في الداخل والخارج يكمل بعضها بعضاً. علقت صحيفة الغارديان على التقرير الذي طال انتظاره حول أوضاع المسلمين الإيغور في شمال غرب الصين، ورأت أن تقرير ميشيل باشليت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يضع الختم الرسمي على أدلة الانتهاكات المخجلة لحقوق الإنسان التي مارستها السلطات الصينية ضد الإيغور والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ. وقالت إن معاملة الصين للإيغور بما في ذلك الاعتقال الجماعي والفصل بين العائلات والعمالة القسرية معروفة وموثقة رغم السرية المحيطة بها، لكن باشليت عندما زارت المنطقة بداية العام الحالي بدت وكأنها تتبنى بعضا من التبريرات التي روجت لها المؤسسة الصينية بشكل أثار الدهشة من سيدة معروفة بصراحة وقوة منطقها. وخافت منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الجماعات المستضعفة ألا يخرج التقرير الذي ظل موضوعا على مكتبها أو أن يتم تعديله ليرضي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. التقرير الذي جاء في 46 صفحة يتحدث بوضوح على أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان للصين ضد الإيغور قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وقالت الصحيفة إن الشركات والدول لم تعد قادرة على الزعم كما فعلت سابقاً أنها لم تعرف ما يجري في المنطقة أو أن أي تحرك يجب أن يكون من الأمم المتحدة. وقالت الصين إنه تم إغلاق مراكز الاعتقال وفي الوقت الذي أغلق فيه بعضها، إلا أن المعتقلين نقلوا للعمل في المصانع أو لسجون أخرى. وفي خارج السجن يواجه الإيغور رقابة مكثفة ولا تزال العائلات مشتتة. وبحسب الصحيفة يجب على الدول بمن فيها الدول ذات الغالبية المسلمة والتي التزمت الصمت أن تتعامل مع هذا التقرير كفرصة للعمل والضغط على الصين ضد هذه الانتهاكات الرهيبة، ويجب تقديمه لمجلس حقوق الإنسان لكي تدعو الدول الأعضاء فيه للتحقيق. ولاحظ التقرير حملة التخويف والاستفزاز والتهديد بالعودة القسرية للإيغور الذي يدافعون عن أقلياتهم في الخارج والذين لم يكن العالم ليعرف ما يجري بدون نشاطهم. أشارت صحيفة التلغراف البريطانية في تحليل للكاتب أليستر هيث إلى تحقيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا مفاجئا قد يدمر العالم الحر وإن الوضع في الاتحاد الأوروبي سيكون أسوأ. وأكد هيث أن مقاله ليس نداء من أجل السلم أو تجاهلا للموقف بعد غزو أوكرانيا بشكل غير قانوني من قبل نظام وحشي، فبريطانيا كانت ولا تزال محقة أخلاقيا في دعم أوكرانيا بطريقة مدروسة بعناية. ولفت إلى أن هذا نداء لهجوم اقتصادي مضاد موجه إلى ليز تروس رئيسة الوزراء القادمة لمعالجة حرب الاقتصاد والطاقة التي يشنها بوتين بشكل مباشر. تحقيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا مفاجئا قد يدمر العالم الحر في إشارة إلى حرب الطاقة التي يشنها الكرملين، ما يدفع أوروبا وبريطانيا نحو الانهيار الاقتصادي والاشتراكية. وقال هيف في تحليله إن بريطانيا تواجه خطر الوقوع في فخ بوتين،
موضحا أن حربه الانتحارية الاقتصادية على الغرب ستقضي في النهاية عليه وعلى زمرته، ولكنها بدأت في إلحاق ضرر هائل ودائم بنمط الحياة الغربي. وحذر الكاتب من أن بريطانيا تخاطر بأن ينتهي بها الأمر إلى الفقر المدقع والعصيان المدني وحكومة اشتراكية جديدة بحلول العام المقبل، ما يؤدي لتفككها والاتجاه نحو التأميم وتطبيق سياسات التسعير والدخل والضرائب العقابية على الثروة، وفي النهاية حدوث انهيار اقتصادي ومالي كامل واللجوء إلى إنقاذ صندوق النقد الدولي. نشرت مجلة بوليتيكو تقريراً عن قرار الجزائر الانتقال من تعليم اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية كلغة تدريس ثانية في المدارس، وقالت سيليسا كولكت إن التحول يظهر المدى الذي خسرت فيه فرنسا تأثيرها على مستعمرتها السابقة، ففي عالم الدبلوماسية تفاصيل قليلة تحمل نفس القدر من الأهمية مثل اللغة، ولغات قليلة لها ذلك القدر من التأثير الثقافي والدبلوماسي مثل ما تفاخر، بل تفاخر الفرنسيون دائما باختيار اللغة الإنجليزية أثناء زيارة ماكرو للجزائر. هو إشارة على محاولات تخفيض درجة الفرنسية كلغة عمل بالنسبة للجزائر الرسمية، وتقول الكاتبة إن اختيار المضيف اللغة أثناء زيارة ماكرون للجزائر في الأسبوع الماضي هو إشارة على محاولة تخفيض درجة الفرنسية كلغة عمل بالنسبة للجزائر الرسمية. تقول المجلة إن استخدام الفرنسية في الإدارات العامة والتجارة والجامعات الجزائرية هو جزء من الإرث الاستعماري المعقد والحقبة التي انتهت عام 1962. التحرك عن الفرنسية هو محاولة لتحرير الأمة الجزائرية التي تعيش على المتوسط من الماضي الاستعماري، ويأتي التحول للإنجليزية وسط توقيع الجزائر عقداً بمليارات الدولارات لتزويد إيطاليا بالغاز، وقرار تنظيم مناورات عسكرية مع روسيا في تشرين الثاني نوفمبر، حيث فهمت باريس الإشارات ونظر إليها على أنها تهديد لتأثيرها المتراجع في المنطقة. ويرى الكثير من المراقبين أن فرنسا تحاول الحفاظ على تأثيرها على المجال الذي عرف مرة إفريقيا الفرانكوفونية، وهي الدول التي استعمرتها فرنسا سابقاً. وتتوقع المنظمة الدولية للغة الفرنسية تراجعاً في عدد المتحدثين في إفريقيا، رغم التوقعات بزيادة أعداد من يتحدثون بها من الناحية السكانية. والآن نتابع الكاريكاتير. في مسعى لجعل ألعاب الأطفال تمثل كل الفئات، قررت صانعة الدمى السورية صفا حمادة إطلاق مجموعة من الدمى المصنوعة من الكروشيه بملامح مشابهة للمصابين بمتلازمة داون. لطالما وجدت صفا صعوبة في العثور على الدمى التي يمكن أن يرتبط بها الأطفال المصابون بمتلازمة داون في متاجر الألعاب العديدة. الدمى التي تنتجها شركة صفا مصنوعة باستخدام تقنية الكروشيه اليابانية المعروفة باسم أميجور رومي، وتباع بسعر يتراوح ما بين 100,000 إلى 135,000 ليرة سورية، أو ما يعادل 22 إلى 30 دولاراً.
تتسارع جهود الإغاثة في المناطق التي تضربها فيضانات عارمة في باكستان لمساعدة ملايين المتضررين جراء تساقط أمطار موسمية غزيرة أغرقت ثلث المساحة البلاد وأودت بحياة أكثر من 1100 شخص. تسببت الأمطار المستمرة منذ حزيران يونيو الماضي بأعنف فيضانات في أكثر من عقد جرفت مساحات من المحاصيل الزراعية الأساسية ودمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من مليون منزل هناك. وتواجه السلطات والجمعيات الخيرية صعوبة في تسريع تسليم مواد الإغاثة لأكثر من 33 مليون متضرر، وخصوصاً في مناطق لا يمكن الوصول إليها لانقطاع الطرق وتدمير جسور جرفتها الفيضانات. والآن إلى فيديو اليوم. بيجمعوا الصبح بس بيبدا من الساعة 1 بالليل كده تجمع بقى زي ما انت عايز، انما ساعة الحر ما يبدا ما تعرفش تجمع ولا هو يبقى حلو وتحطه في الجردل ما يبقاش حلو، هو دي معاده احلى جمع ليه بقى ده. حرب روسيا برضو، روسيا واوكرانيا، لان روسيا كانت بتاخد نسبه كبيره برضو من الانتاج ده. اوكرانيا برضو مؤثر لغايه الان فيه وعامل برضو تخوف للدنيا كلها في السحب اللي هو الشغل ده، لان ده نظام روايح ونظام حاجات كماليات مش اساسيه بالنسبه للناس. بنواكب احنا الظروف اللي موجوده من ارتفاع درجات الحراره والتغيرات اللي بتتم، بحيث ان احنا برضو المعاملات الزراعيه اللي هتتم على محصول الياسمين لابد هيبقى فيها تغيير وفيها تعديلات اللي ما تاثرش على انتاجيه المحصول، ونحاول ننهض بالانتاجيه وبجوده الزيت. بهذا نصل الى ختام صدى الاقلام لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعه، دمتم بعز والى اللقاء.